أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا أيها السادة، بل تكرموا من حضرتكم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولكي تدعمونا للاستمرار. تحسبا للجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى موبيلي، ستجرى أمسية السبت ابتداء من الساعة 9 ليلا مباراة شباب برج بوراريج ووفاق سطيف. ويمكنكم مشاهدة المباراة على المباشر، وهذا على قناة كانال الجيري. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.